حبيب الله. الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك، كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي. بعد 55 يوما من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسون وثناء. في يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فانظروا ماذا حدث. يا معشر يهود، يا معشر يهود، طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. لبيك اللهم لبيك، أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة، فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم. يا أبتي، يا أبتي، لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه، النور يملأ وجهه، جميل مكمل. أتذكر يا أبا طالب حين ذكرت لك أن جارا من اليمن قد أبلغني أن النبوة في قومي ومن صلبي؟ كما أبلغك بهذا سيف بن ذي يزن عندما دخل اليمن. تعال يا سيد قريش، اقترب. جئنا لنهنئك بنصرك على الأحباش. ولد له علامة سيولد في تهامة، سيكون له الملك إلى يوم القيامة، سيكون نبي هذه الأمة، سيموت بعد حين أبوه ويكفله جده وعمه. وما شأني به؟
إنه من صلبك يا عبد المطلب. وحذره الملك من اليهود ومن قومه، حذره من أنهم سيحاولون إيذاءه، ولكن رب البيت يحميه. احرص عليه، ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء. محمد، والله إنك لتعلم أن عبد الله أخي هو أحب إخوتي إلي. تقول سيدتي آمنة إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بسرى من أرض الشام. يا له من ولد مبارك، وكانت تقول إنها تشم منه رائحة المسك. اصبري يا حليمة، لعل الفرج يأتي. نحن في سنة شهباء مجدبة، وهذه الناقة المسنة لا ترمي بقطرة، وابني لا ينام من الجوع. هيا إلى مكة، أرض الخير. يا امرأة بني سعد. أنا حليمة ابنة أبي ذؤيب، أريد أن أسترضع حفيدي اليتيم عندك. وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع. يا ويلتي، ويا له من ذنب، سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه. محمد، peace be upon him, was a blessing on Halima, her husband, her land, and her sheep. Mohammed, que la paix soit sur lui, était une bénédiction pour sa nourrice Halima, son mari, sa terre et ses moutons. يا حارث، يا حارث! ماذا يا حليمة؟ لقد أقبل على ثديي فشرب حتى شبع، وشرب ولدي حتى شبع. ما هذا الخير؟ ما هذه البركة؟ لقد أخذنا نسمة مباركة. والله إني لأرجو ذلك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على حليمة وأهلها، فشربوا من بعد عطش، وطعموا من بعد جوع، وأصبحت أغنامهم شبعا، فحلبوا وشربوا من بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما الذي جعل حليمة وزوجها يسرعان بإعادة النبي إلى أهله؟
يا حليمة، ما الذي جرى لأتانك المعطلة؟ إنها بركة محمد الذي جاءهم من مكة. أكففن عيونكن، أكففن، فإن الصبي طيب رقيق الطباع. ما لك يا حارث؟ لقد بلغ محمد سنتين من عمره، والبركة تجعله أكبر من ذلك، فهل تريد مني أن أعيده إلى أمه آمنة؟ والله ما أريد، ولكن لأهلي علينا حق وقد أديناه. يا حبيبي يا محمد، مرت سنتان وأنت بعيد عن بركة التي تحبك أكثر من روحها. يا حبيبي يا محمد، يقتلني الشوق إليك. أما اشتقت لبركة؟ فإني والله لا أقوى على فراقك. فكانت بركة خادمة عبد المطلب تبكي هناك، وحليمة تبكي هنا، ولكن محمدا قد فطم، ولقد شب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ السنتين حتى ظهرت عليه علامات الفطنة والذكاء. يا سيدتي آمنة، لو تركت محمدا عندي حتى يغلظ فإني أخاف عليه وباء مكة. فوافقت آمنة على عودة النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة خوفا عليه من وباء مكة. يا أبي يا أمي، إن أخي الكرشي أخذه رجلان عليهما ثياب بيض وشق صدره. ما لك يا بني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري، فالتمس شيئا لا أدري ما هو. يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله. تقول آمنة لحليمة: ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث، وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة وهي خائفة مذعورة. وإني تخوفت عليه من الشيطان. نعم نعم يا سيدي عبد المطلب، هو ما أجملها من أيام أعيشها إلى جواره بعد أن عاد وهو في الرابعة من عمره. المهم يا بركة أنه عاد وسيسافر إلى أخواله من بني عدي بن النجار بيثرب. هكذا أنت يا حبيبي، ما تكاد تقترب حتى تبتعد. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوءات والمعجزات والكرامات والمحن والمنح، فلم يكن يدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لها به. فلقد ماتت في الأبواء بين مكة والمدينة
وإنه لأمر عجيب يا شيخنا الجليل. وماذا بعد يا شيخنا الجليل؟ أتعجب من قدر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأبوه عبد الله جاء من الشام فمرض ومات بالمدينة، وأمه ماتت أيضا وهي عائدة من المدينة، وكأن المدينة هي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها مات أبوه وبجوارها ماتت أمه، وفيها يحيى النبي وفيها يموت، فما أطيبها من أرض. بسم الله الرحمن الرحيم. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيكفي رح الحزين